أرحب بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي. والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري. مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يستأنف مناقشاته مع ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وبحث سموه والرئيس السوري خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة. وعبر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها. تقدم دولة الإمارات و13 دولة أخرى اليوم تقريرها الوطني في إطار الدورة 43 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتستعرض الدولة التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا الصدد والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تطوير التشريعات والقوانين التي تعنى بحماية حقوق الإنسان. وتترأس معالي شمة بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع وفد الدولة وبمشاركة عدد من ممثلي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني. وستلقي معالي المزروعي كلمة تسلط الضوء من خلالها على إنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والتأكيد على عزم دولة الإمارات على المضي قدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في هذا المجال والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن. في موضوع آخر، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من 10 سنوات. وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها سيسري على الفور، بينما دعا أيضا لإصدار قرار بشأن تداعيات الأزمة السورية بما يشمل اللاجئين في الدول المجاورة وتهريب المخدرات في المنطقة. وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي في القاهرة إن عودة سوريا لشغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أن مسار تسوية الأزمة السورية سيأخذ مرحلة من الإجراءات. أرسلت دولة الإمارات 3 طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها ما يتجاوز 115 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية. ووصلت طائرتان إلى مطار بورت سودان وعلى متنها 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ.
حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية. وقد حملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى تشاد 15 طنا من الإمدادات الغذائية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر ونقص في المواد الغذائية الأساسية. وفي ملف الأزمة السودانية أيضا، أعرب ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعد يومين من محادثتهما التمهيدية التي بدأت في جدة عن تحملهما المسؤولية في رفع معاناة الشعب السوداني. وقد حثت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. روسيا تكثف ضرباتها على أوكرانيا قبيل احتفالات يوم النصر، وأوكرانيا تعلن تدمير 35 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية. تسامح، تسامح واجب. نحن بشر، كلنا أخوان، كلنا أخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية. كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءا من حكايتنا. التسامح لغتنا. Enter the garden of dreams. Gucci Bloom Eau de Parfum. And the new Eau de Parfum Intense. في رحلة الحياة تقاس خطواتنا بمقدار الإنجاز، فأدرك حياتك وعش واعي، فالوعي هو جوهر الذات وطوق النجاة، والنجاح محكوم دائما بالوعي. واعي. واعي، الأربعاء 10 مساء بتوقيت أبوظبي، 9 بتوقيت السعودية، على قناة أبوظبي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري. مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يستأنف مناقشاته مع ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة. بالعودة إلى ملف السودان، يستأنف مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث اليوم في مدينة جدة السعودية مناقشته مع مسؤولين سعوديين وممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذين يتفاوضون أيضا بشأن الاتفاق على هدنة جديدة لوقف الاقتتال العنيف.
بينهما الذي بدأ قبل نحو 3 أسابيع. وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في الرياض إن جريفيث سيركز خلال لقاءاته على بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان. وكان المسؤول الأممي قد دعا الأربعاء الماضي إلى تقديم التزامات محددة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإخراج المدنيين من مرمى النيران. في أخبار أخرى، قال وزير الخارجية الصيني تشينغانغ اليوم أن تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية ضرورة بعد أن أدى ما وصفه بأنه سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة إلى تدهور في العلاقات. وشدد تشين بشكل خاص خلال اجتماع في بكين مع السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز على أن الولايات المتحدة يجب أن تصحح طريقة تعاملها مع قضية تايوان وأن تمتنع عن تجريد مبدأ الصين الواحدة من مضمونه. في ملف الأزمة الأوكرانية، قال مسؤولون في كييف اليوم أن روسيا شنت موجة من الضربات الجوية بالمقاتلات العسكرية والطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى، إذ تكثف موسكو هجماتها قبيل عطلة يوم النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها الصباحي بشأن الحرب إن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى تعرض مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان لنحو 61 ضربة جوية و52 قذيفة صاروخية. وتأتي الهجمات الجديدة بينما تستعد موسكو لاستعراض يوم النصر غدا. وفي سياق متصل، قال مسؤول أوكراني أن انفجارا سمع في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود خلال الليل، في حين دوت سفرات الإنذار في مناطق أخرى من البلاد من بينها العاصمة للتحذير من غارات جوية. وذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية أيضا أن انفجارا وقع في أوديسا تلاه حريق وصوت انفجارات في خيرسون في الجنوب. في الملف ذاته، عدلت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة فيما يبدو عن خطط للانسحاب من باخموت بشرق أوكرانيا، قائلة أنها تلقت وعودا باستسلام مزيدا من الأسلحة من موسكو. وأشارت المجموعة العسكرية التابعة التي تشارك المعارك إلى جانب القوات الروسية لأنها ربما تواصل هجومها على ما تعتبرها روسيا نقطة انطلاق إلى مدن أخرى في منطقة دونباس. وكان يفغيني بريغوجين رئيس فاغنر قال في وقت سابق إن مقاتلي الذين يقودون هجوما عنيفا مستمرا منذ أشهر على باخموت سينسحبون من المدينة بعد حرمانهم من الذخيرة وتكبدهم خسائر نتيجة لذلك. في موضوع آخر، قال رئيس أوزبكستان شوكات ميردياييف اليوم إنه يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليمنح نفسه تفويضا جديدا من أجل إجراء مزيدا من الإصلاحات. ووافق الناخبون في أوزبكستان على حزمة من التعديلات الدستورية في استفتاء جرى في 30 أبريل سمحت لميردياييف بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما 7 سنوات. وقال ميردياييف إنه يشعر بحاجة إلى تفويضا جديدا لتنفيذ مزيدا من الإصلاحات من دون أن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات، لكن القانون الأوزبكي يتطلب الإخطار قبل شهرين. دفعت حرائق الغابات في غرب كندا إلى إجلاء مزيدا من سكان مقاطعة ألبرتا في ظل وضع غير مسبوق من جراء أكثر من 100 بؤرة اشتعال ناشطة. وطلبت السلطات من نحو 30,000 شخص مغادرة منازلهم في مقاطعة ألبرتا، حيث تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على أكثر من 20 حريقا نشطا. وكانت رئيسة وزراء ألبرتا دانيال سميث أعلنت في مؤتمر صحفي يوم السبت حالة الطوارئ في المقاطعة التي تعد من الأبرز على صعيد إنتاج النفط. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة، تتابعون فيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد.
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة. استشراف المستقبل يبدأ بفكرة تتخطى حدود الخيال ولا يتسعها أي فضاء. قد تبدو كخطوة صغيرة نحو الأمام لتصبح قفزة هائلة تتسارع بنا كآلة الزمن نحو الغد، لتجسد أمام أعيننا تصوراً عن تطور الحياة في شتى المجالات. رحلة نأخذكم فيها عبر عالم التكنولوجيا، نستعرض من خلالها أحدث الأفكار والابتكارات المطبقة في دولة الإمارات من أجل توفير حلول مستقبلية تواجه تحديات العصر في نحو المستقبل. الليلة 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. مشاهدين أهلا بكم معنا من جديد. وصلنا الآن إلى المحطة الاقتصادية، يسحبنا فيها الزميل مكتوم محمد. مساء الخير مكتوم، ومعك أبرز الأخبار الاقتصادية. مساء النور ميرنا، أهلا بكم مشاهدينا إلى الفقرة الاقتصادية في السادسة. أهلا بكم. انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر أنشطة المؤتمر حتى 10 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. كما يستقبل المؤتمر وزراء الطاقة وما يزيد على 10,000 متخصص في القطاع و1,000 ممثل عن الجهات المشاركة في هذا المؤتمر، و250 متحدثا من أبرز خبراء القطاع، و150 شركة عارضة من كل الأنشطة التي تضيف القيمة لقطاع المرافق، إذ تستعرض هذه الشركات منتجاتها وابتكاراتها وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والطاقة النووية وإدارة مصادر المياه وتحليتها. توجد استراتيجيتين، استراتيجية تخص الإنتاج وهي ما يسمى بالعزوف عن كل ملوثات البيئة من حرق غاز أو ما شابه، إلى استخراج الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية التي الحمد لله الآن اشتغلت ودخلت حيز التشغيل. فهذا جانب. كما كذلك عندنا استراتيجية أن ننتج 60% من طاقتنا بحلول 2035 من الطاقة النظيفة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم فعاليات الدورة 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 والتي تقام وتستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. الزميل حامد رعاب والمزيد من التفاصيل. بمشاركة أكثر من 20,000 مشارك، أبوظبي تجمع 174 دولة خلال ملتقى الإمارات للاستثمار لوضع خارطة طريق مستدامة وتعزيز الاستثمارات من وإلى المنطقة. ملتقى يشكل منصة عالمية رائدة بحضور 20,000 مشارك وما يزيد على 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوار. جمعهم ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في أبوظبي الذي ترعاه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي. افتتاح حضره وزراء ومسؤولون ومؤسسات عالمية،
ألقى فيها معالي ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية كلمته، تبعته كلمة لمعالي أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الذي أكد أن الهدف هو زيادة صادرات غير النفطية لأبوظبي بنحو 179 مليار درهم بحلول عام 2031. هذا الملتقى ملتقى الاستثمار السنوي جدا مهم على مستوى العالم، كونه يجي في إمارة أبوظبي مثل ما تفضلت، في 600 متحدث، 150 جلسة، في من 170 دولة مختلفة، فيجون أصحاب القرار، المستثمرين، رواد الأعمال، جميعهم يلتقون في مكان واحد ويسعون لتبادل الفرص، يسعون لمناقشة الأفكار فيما بينهم. ومن الأشياء الموجودة مميزة في هذا المؤتمر أن تجي شركات كثيرة متفرقة تسعى لتمويل، تسعى لاستقطابات استثمارات مختلفة. موضوعات عدة يناقشها الملتقى، كأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل عالم أكثر اخضراراً، والابتكار والتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المناخ المستدام والحوار الإقليمي والتعاون من أجل نمو اقتصادي، جميعها من الموضوعات التي سيناقشها المشاركون الذين أبدوا حرصهم على المشاركة في هذا الحدث. هذا الملتقى مدهش للغاية مع تواجد أكثر من 12 ألف مشارك، وبالنسبة لنا يسرنا أن تكون موسكو مشاركة في الملتقى وتستعرض أهم النتائج التي حققناها في المدينة، والتي تتميز بتغطية أكثر من 50% منها بالغطاء النباتي، وتحرز تقدما كبيرا في التكنولوجيا المالية وكذلك الأكبر في مشاريع البنية التحتية. وإلى المعرض المصاحب الذي شهد زيارات متعددة ومشاركات واسعة، أكد عدد من المسؤولين أهمية هذا الحدث الذي يلعب دوراً مهماً في استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم ويعزز التعاون والتكامل بين الدول. هذا الملتقى نشوفه فرصة بالنسبة لنا احنا كاتحاد غرف عربية أن ننظر إلى 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 مصلحة الدول العربية وكيفية رفع مستوى التجارة البينية بين الدول العربية العربية. يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2023 حدثاً مهماً للمستثمرين وقادة الأعمال الذين يرغبون في البقاء في طليعة توجهات الاستثمار العالمية، حيث يقدم مجموعة مميزة من المتحدثين وفرص التواصل مع النظراء حول العالم. تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، انطلقت اليوم قمة دبي للتكنولوجيا المالية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة لاستشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة، وتستمر حتى 9 مايو الجاري في مدينة جميرة. وسيجمع الحدث الذي يستمر اليومين أكثر من 5000 مدير تنفيذي ومسؤول، إذ يشهد قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار نموه السريع، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمته عالميا 305 مليارات دولار بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة القطاع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا إلى 266 مليار و900 مليون دولار في عام 2027. الآن مشاهدينا استعراض لإغلاق أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة اليوم، حيث أغلق المؤشران على تراجعات، تراجع طفيف في كلا السوقين، المؤشر مغلق عند مستوى 9691 نقطة في أبوظبي و 3582 نقطة في سوق دبي. بالنسبة لأحجام وقيم التداول في سوق العاصمة أبوظبي، الأحجام اقتربت من 270 مليون سهم بقيمة فاقت 1,024,000,000 درهم، أما في سوق دبي كان حجم التداول عند أكثر من 421 مليون سهم بقيمة وصلت لأكثر من 434 مليون درهم. أصبحت أبوظبي أحد أكبر المراكز المالية الدولية على مستوى العالم إثراء إعلان توسيع سلطة سوق أبوظبي العالمي كمنطقة مالية حرة إلى جزيرة الريم من حيث المساحة الجغرافية، ليعكس هذا القرار الرؤية الاقتصادية للعاصمة أبوظبي، والتي يشكل القطاع المالي المزدهر عنصرا أساسيا من عناصر استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي. كما يدعم هذا القرار استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للنمو 2023-2027
ومع ضم جزيرة الريم يرتفع حجم المساحة الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي إلى أكثر من 14,370,000 متر مربع، أي قرابة 10 أضعاف المساحة الحالية لسوق أبوظبي العالمي. ويضم السوق 1400 شركة و 5500 شركة مرخصة. إذن ختام المحطة الاقتصادية، شكرا على المتابعة. الآن أعود إلى الزميلة ميرنا. شكرا لك مكتوم. مشاهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.